أكثر فيديو اتعمل وقال لك عليه نسبة مشاهدة كثير كبيرة عملته؟ بتاعت البت بطوطة اللي لسه هطلعها دلوقتي. ده في حاجة غير بطوطة كمان؟ على فكرة في عندي شخصيات كتير، وفي شخصيات برضه جاية لي من أمريكا أنا مستخبيهم شوية لحد ما أطلع على يعني أعمل بيهم حاجة كبيرة، يعني الحاجة اللي هي أستفيد بيها اللي هي قدام زي مسلسل، يعني نفسي اعمل مسلسل يعني. لا بس انت طموح وانا شايفه ان ان شاء الله باذن الله. هو انا عملت قبل كده بس لوحدي، عملت 8 حلقات بس كده صغننه. ما فكرتش تعملها على اليوتيوب ليك؟ انا عملتها على اليوتيوب ونجحت، ده جابت نسبه مشاهده عاليه. طب كملتي ايه لوحدي؟ واذا سو انا معاك انت معايا وانت طالما مصري عامل انتوا يعني عيله كامله. ما هو عيله. اه في انا بتكلم بجد، ليه ما فكرتش تعمل؟ اي كمين هاي. لا ده كول قوي، ده كول كول. انت اسمك ايه؟ زيكو. زيكو. اه اعمل ايه يا زيكو؟ انا عامل كويس. وانتي تتمرن ايه كده؟ بتمرن جيم. جيم؟ ده احنا كنا بنتكلم على الجيم. اه اديك كده. بتلعب ايه بقى في الجيم يا زيكو؟ كل حاجه. كل حاجه. تنجيب بطوطه بعد اذنك. اتفضل يا حبيبي. عشان ده بقى انا عندي واحد اخنف، وعندي واحد، وعندي ست عجوزه، وعندي واحد تاني بنضاره كده عامل زي الدكتور، وعندي واحد تاني شخصيه جديده، بس الحاجات دي لسه ما عفقتهاش في السيكريت كده عشان اطلعها في البوم كده. مش عارفه دي وانت بتتكلم يا ابانوب حاولت اقلده يعني في نفسي كده. لا انا بقيت شايفاهم هم بني ادمين في البيض، شايفاهم هم ناس غيره. اه ليه ما تعلموناش بجد يعني؟ عايزين نتعلم. بحاله كده بصوا، دوس على سنانكم كده. عارف ايه؟ قولوا ايوه. قول مثلا ايوه 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 لا صدقني والله تمرين. صعب. لا تمرين. طب بص انت طبعا هي اخذ وقت كتير معاك. مش تمرين هي الفكره. ممكن اخليكم تغيروا اصواتكم، بس الفكره اللي الحديث بتنفصل عن شخصيتك، يعني انت حاجه وهي حاجه وهو حاجه. وده ارتجالي ولا انت بتحضره؟ يعني انا كده مرتجل، انا كده ما عملتش حاجه. واو واو. لا والله. فانا في حاجات انا برتجلها يعني قبل ما اطلع، مثلا لو في برامج او حاجه بجيب لهم لبسه كانه اكن رايح اعمل حاجه للاطفال يعني. شوبينج بروح اجيب لهم فساتين بقى، اكسسوارات، اكسسوارات ومش عارف. بس ساعات انا ما يعني بستعين باصحابي او ماما بتعمل الحاجات دي قبل ما. انت وحيد؟ لا مش وحيد، انا ليا اخ تاني برضو العيله بتاعتنا حلوه يعمل كده برضو. اسمه كريس المصري، ماجيشن، ساحر. احنا عيله كده. هاي بطل. هاي ايه دونالد داك. الشعر الجميل ده اسمعي. اسمها ايه؟ قولي اسمك ايه؟ اسمي نوليا. نوليا. امي. حبيبي. يا بحبي. وانتي؟ هدى. ايوة. انتي عارفة انا بحب صوتك جدا جدا. بجد يا بيبي؟ والله العظيم. انتي عارفه ان صوتك عامل زي دونالد داك؟ ما هي مراته. بس يا بس يا على المصري بقى. ايوه انتي قمر وشعرك قمر وصوتك قمر. والله يا بطوطه انتي عامله ايه؟ عامله ايه؟ عامله استشوار. استشوار. طب تعالي اقول لك على حاجه. قربي قربي كمان كمان كمان. امشي ليه؟ خلاص بقى يا لولو ما تزعلهاش. انت شكلك متشرد قوي يا لولو. لا ده انا طيب. لا الا دي الا دي يا لولو بليز. دي امرت انت. بتعرف ترقص حلوة قوي برضو؟ ورينا كده حتة. هوريك حتة. لا مش انت، هي لولو. هي بقى لولو. احنا عايزين ايه؟ وانا وحيد. انتي قمر يا لولو والله، بس انا بحبها. تمشي يا عم. تمشي. استنى استنى. يلا يلا بطوط. لا انا هعمل لك اللي هي الطبلة وانتي ترقصي. ومدمدول. ماشي؟ ماشي.
في ايه؟ في جمهور. اه نسينا نقول لك معلش. لا انت مكسوفه ولا ايه؟ عادي 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 كذا عادي عادي يا بسوطه. حد بيصور؟ لا ما حدش بيصور. لا ما حدش بيصور. لا لا ما فيش فضايح. يلا 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 روسي براحتك. بس بصي اعمل الطبله بس. ايه الشيبه طويله؟ الشيبه طويله؟ انا قلت لك 100 مره اعدليها. خلاص 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 خدي راحتك خدي راحتك. تعالي اقول لك حاجه في ودنك. لا 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 خدي يا بنت استني. هقول لك حاجه. ماشي ماشي؟ طب يلا. خدي بقى لولو بقى عشان هو بيحبك قوي. ازيك؟ ده انا يا بنتي ده انا حلو. هقول لك على حاجه بس عشان هم عايزين يسالونا اسئله. هم عايزين يسالونا اسئله حلوه. يا هدى. ايوه حبيبي. حبيبي انت حبيبي. ايه ده الاكسسوار والجمال ده؟ شفتي؟ لا لا انا حبيت يعني شعرك يجنن. هستلف منك. وانا شعري حلو. إيه وانت كمان؟ الله شفتي شعري؟ اه روعه يا حبيبي روعه حاجه جميله خالص. انا اقرع. طب خلاص انا مش هخش. انت يا بطوطه جوه. لا ليه ليه؟ جميله احنا عندنا. لا لا خليكي معانا. امشي. لا 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 أوه. خليها تقول لنا حاجة على نفسنا. اه خليها تقول لنا حاجة. ما شاء الله. اوي 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 بكفاية بقى بوس لامي. يا بوس كل يوم الصبح. انتوا حلوين اوي. اه انتوا حلوين جدا. نوليا يا ايه؟ نعم يا هدى. ايوه ايوه يا مات. حلوين اوي حلوين قوي. احلى نفسنا في الدنيا. تيجي نلعب بيت بوكس على اسم نفسنا. يلا. نا لا نفسنا 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 انت يا بنت بطوطه حبيبي حبيبي. بس انا بس عايزاكي تقولي معلش يا لولو معلش ليديز فيرست. ماشي. هي دخلت قلبي وتربعت. ايه بطوطه دخلت قلبي وتربعت. معلش هو ده. انت دخلت قلبي وايه وحبيتك ونين. شوف هو كله فينك يا هدى. بطوطه عايزاكي حبيبي تبصي للكاميرا. الكاميرا بتاعتك فين؟ الكاميرا بتاعتك مالك اتسرعت ليه؟ عايزاكي تبصي للكاميرا تقولي لها هو بيصور؟ اه دلوقتي هيصور. انت مصدقت؟ استني استني. لا مش كاميرا دي مش كاميرا تصور. يمشي اه بطوطه. ايوه يا بيبي. عايزاكي تبصي للكاميرا ايوه وتقولي مبسوطين قوي ان احنا كنا معاكم النهارده. نشوفكم الحلقه الجايه من برنامج نفسنا. يلا يا رب احفظ. يلا يا رب احفظ. يلا انا مبسوطه جدا 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 علشان نفسنا حلوه قوي قوي قوي. مستنونا الحلقه الجايه قولوا اكشن يا نوح.